واحد يجي يقول لك اديني جبل خاليه من الجنزبيل، بعد شويه تلقى يجيني تاني يقول يا اخي اديني جبنه دواها خفيف، تاني يجي يقول لك اديني جبنه جنزبيل شنو التقيل، زي ما عندنا دربي مثل يقول لك جنزبيل اوقاش ده يدق به، شنو المثل في كسل في الجبنه، جنزبيل اوقاش معناه شنو جنزبيل تقيل، لما تقول انا ما داير يعني. وفي واحد يقول لك اديني بقرفة جبن، واحد يقول لك اديني جبنة تقيلة مثل ناس خرطوم، يجينا وفد جامعة افريقية من خرطوم يشربوا جبنة تقيلة خالية من شنو جنزبيل، الجبنات حتى الصباح بسوي لهم في ظل الصباح هنا خلف البيت سوي لهم الجبنة، دارين شنو جبنة خالية من اي حاجة، 30 شخص اغلبيتهم بيشربوا شنو جبن، جبنة يقول لك جبنة كسلة، حتى لو جاء من خرطوم يسأل من جبنة كسل، إننا جبنة كسل هنا جبنة ما تقيلة جنزبيل تقيل وهي خفيف، الجبنة هي تعاني من جبل البجة خاصة هي حاجة أساسية، حس من تسبه جبنة والدهر جبنة والأسر جبنة وإنما جبنة ما المغرب، إذا أنت دار تكرم الضيف حقهم بجبن اديهم جبن تسوي لهم مش جبنه زي دي ما تنفع ما حقتنا دي نسويها هسه دي جبنه تدق لهم بيدك كده فندق وحديده وقلايه وجبنه تين ما تكون زي حقتنا دي صباحيه حسب يسووا شنو فطور سووا فطوره مش اشوف شغل لا يسموا جبنه مع شروق الشمس إنهم جبنة خاصة اسمها مشروق الشمس. عويتيت جبنة. عويتيت جبنة دي شبه شنو؟ ما الشمس. سووا جبنته. بيمروا ينوم. إنهم نوم بعد الفطور. يقوموا الساعة 11 12 سووا جبنته. يقولوا دي جبنة الظهر. يشربوا جبنة ينوموا تاني يلا يرعوا في بغارم يحلبوا بغارم يجوا شنو؟ الأسريات. فطرانين يشرفوا شنو الجبل تاني انك جبنة مع المغرب دي يمصوا عليها لحد الساعة 8 9